وننتقل لمداخلة أخرى أستاذة نجلاء سامي، أرملة شهيد كرداسة العقيد عامر عبد المقصود. صباح الفل عليك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحقيقة أنه من الإنجازات هذه الفترة هو القضاء على الإرهاب، وأكيد إحساسك يعني زوجة أنه دمه دم العقيد الشهيد ما راحش هدر، فإيه رأيك في ده وشايف المستقبل إزاي؟ اولا طبعا من اول 2011 لغايه وقتنا هذا كام سنه الاوائل دول كان الارهاب منتشر بشكل غير عادي، كان كل يوم والتاني بيموت لنا اكتر من 10 شهداء، كانت بيوت بتتدمر، زوجات بتترمل في عمر الزهور، اطفال بتتيتم، كل ام بتفقد فلذة كبديها وكل زوجه بتفقد زوجها، فده كان حاجة، كان شيء صعب، يعني كان شيء صعب جدا جدا. وكان يعني من الضروري ان هو كان يبقى للكلام ده كل وقفة. طبعا لما جه فخامة السيد الرئيس وطهر فينا بالأخص من الإرهاب الغاشم والعملية الشاملة اللي تمت في شمال سيناء، فدي يعني حاجة مشرفة جدا جدا. ان دلوقتي الحمد لله ما بقاش فيه ارهاب، بقت مصر امنه بشرطتها المصريه بقواتها المسلحه بفخامه السيد الرئيس الراعي الاساسي لمصر والراعي الاساسي لاسر ابطال الشرطه المصريه وقواتنا المسلحه، فالحمد لله ان الدنيا اتغيرت تماما تماما يعني عن الاول كتير. طب طموحاتك بقى لاولادك في ظل الاستقرار والجمهورية الجديدة؟ أولا أنا نفسي ولادي تعيش في أمن وأمان واستقرار. هم كانوا الأول كنا كلنا خايفين، حتى بعد استشهاد الشهيد عامر عبد المقصود كنا بنحس دايما بقلق. طبعا قبل استشهاده أنا كنت ببقى مرعوبة لما بشوف كل يوم والتاني شهيد بيستشهد، وكنت خايفة ليجي الدور عليا، وهو كمان كان دايما كاتب على صفحته مستني دوري، ومش عامر بس، ده كل بطل من ابطال الشرطه المصريه ومن ابطال القوات المسلحه كلمه مستني دوري دي كانت يعني بترعبنا احنا شخصيا، وكنت دايما قلوقه على عامر، وكنت خايفه لا يبقى مصيري ومصير ولادي زي مصير اي اسره شهيد. وفعلا بعد طبعا موضوع استشهاده احنا يعني قابلنا وقت عصيب جدا جدا علشان خاطر ان احنا نطلع من ازمتنا دي، وكنت دايما الداعم الاساسي لاولادي، لانه كان احمد في الوقت ده كان عمره 20 سنه وعلاء عمره 14 سنه، فكنت دايما انا سبورت ليهم ان احنا باباكو فقدناه علشان خاطر تراب مصر الغاليه، وان احنا ضحينا باغلى حاجه عندنا علشان استقرار البلد عشان الناس تعيش كلها في امن وامان. كنت دايما بديلهم الدفعه القويه ان احنا ما نقدرش ان احنا نعيش بره بلدنا، ان احنا اللي عمله الشهيد عامر عبد المقصود وكل الابطال من الشرطه ومن القوات المسلحه ده شيء عزيز وغالي طبعا على مصر كلها، ولولا دماء الأبطال ما كناش عايشين في الأمن صحيح. والأمان اللي احنا عايشين فيه. صحيح. الحمد لله ولادي تفهموا القصة، ولادي دلوقتي كبروا، يعني أحمد بقى عنده 29 سنة وعلاء عنده 24 سنة، الحمد لله احنا فخورين بالبطل الشهيد عامر عبد المقصود، وفخورين برئيسنا اللي أنقذ مصر من الإرهاب، فخورين بوزارتنا وزارة الداخلية الذي أنتمي طب لها. طب إيه اللي كنت حريصة عليه؟ يعني أكيد أنت والشهيد عامر كنتوا حريصين على تربية أبنائكم بمبادئ معينة وقيم معينة، إيه القيمة اللي كنت حريصة أنك تبقي هو كان دايما الشهيد حريص عليها وفضلتي أنت مصممة يعني تغرزيها في أولادك؟ هو طبعا كان في المقام الاول كله كان شغله، يعني كان هو بيفضل شغله عن بيته عن زوجته عن اولاده، كان وقته كله للشغل، يعني احنا يمكن ما كناش بنشوفه ابدا غير بسيط جدا، ويمكن وجوده طبعا من بدايته ان هو ضابط في الامن المركزي، ثم ضابط في الحراسات الخاصه للوزراء، ثم امن عام
فاحنا كنا متعودين ان هو مش موجود، لكن هو كان دايما واقف جنبنا، كان دايما بيكلمنا عن مصر، كان دايما يقول لنا لو مصر ضاعت مننا عمرنا ما هنلاقيها، وان احنا قاعدين ومكملين في مكاننا. ده كان دايما بيكلم ولاده عنه ان ما فيش اغلى من بلدنا، ومصر دي اسم غالي علينا كلنا. قيمة الوطن، يعني قيمة انه ضحى بروحه علشان ولاده وزوجته وبلد نفسها تعيش بأمن واستقرار. أكتر صفة فاكرها له إيه كزوج؟ أكتر حاجة أولاً عامر كان بيتمتع بروح الدعابة، وإن هو كان خدوم للدنيا كلها. كان بجد ما فيش حد بيدخل مكانه غير لما بيلاقي أحسن خدمة، أحسن مقابلة. فهم دول الأبطال فعلاً الحقيقيين، وهي دي مصر اللي فعلا يعني فخورة بولادها من الشرطة المصرية ومن القوات المسلحة. عامر عبد المقصود الحمد لله ان الدنيا كلها بتتكلم عن عامر عبد المقصود، وان التاريخ كتب اسمه بحروف من نور، فده شرف لينا كلنا. وهو من شهداء كرداسة، وطبعا كلنا عارفين يعني حادث كرداسة قد ايه، يعني ابطال الشرطة كانوا واقفين اسود لحماية الاسم. فأنا بشكرك الأستاذة نجلاء سامي، أرملة شهيد كرداسة العقيد عامر عبد المقصود، وربنا يا رب يخلي لك ولادك يفضلوا ليكي سند وظهر، وإن شاء الله كده بعد عمر طويل يجمعكم بالشهيد في الجنة بإذن الله.